أنا إبراهيم طه من سوريا، من مدينة درعا. مسير مطعم صباح الشام في الرباط في المغرب. وطبعاً اسمحي لي أوجه تحية من خلال الإذاعة ديالكم للمغرب وشعب المغرب اللي غالي علي. مرحبا فيكم، أهلا. عن الشعب السوري، المائدة السورية لا يمكن أن تكمل برمضان من غير شوربة العدس والفتوش. نعم، يعني إذا ما كانوا فتوش وشوربة العدس بالمائدة السورية أكيد المائدة ناقصة. نعم، بحال الحريرة. نعم، شوربة العدس من ضروريات المائدة السورية في رمضان، والفتوش كمان. شوربة العدس مش يعني صعبة أبداً، غير هي محبوبة كثير عند الشعب السوري، يعني مكوناتها بسيطة جداً. العدس، ولكن مش العدس اللي بالمغرب، هو موجود بالمغرب ولكن قليل. العدس الأحمر، عدس الأحمر وبصلة وملحة وكمون بس. صيّب طريقة كويسة وخفيفة وكثير يعني مهمة بالمائدة السورية برمضان. والفتوش عبارة عن سلطة، ولكن اسمها فتوش، يعني سلطة خضراء فيها خس، بندورة، خيار، بصلة، وبعدين بيحطوا عليها من فوق خبز لبناني مقطع، خبز الخبز السوري ديالنا مقطع ومقلي بالزيت، بينحط من فوق وبيزينوها بدبس الرمان والخل. أكلة خفيفة وحلوة ومفيدة جداً برمضان، يعني الخضرة من أساسيات الأكل برمضان. نعم، الفتوش ما بياخد وقت، 20 دقيقة، لأنه مقبلات. وشوربة العدس 30 دقيقة بتكون موجودة على الطاولة. نعم، بالنسبة لشوربة العدس المكونات ديالها عدس أحمر اللي هو متواجد قليل بالمغرب أو متستورد، أو بيكون شوية بالمغرب مش كتير. العدس الأحمر ما بيستعملوه المغاربة كتير، العدس الأحمر والبصلة والكمون والملح. نعم، هذه سلطة خضروات اسمها فتوش، فيها بصلة وخيار وبندورة وخس وبصلة. بعدين بيتزين من فوق بخبز مقلي، خبز بيقطعوه بيقلوه بيحطوه من فوق وبيزينوها بدبس الرمان، ويكون فيها الخل والحامض. نعم. بالمنيو بالمطعم من غير رمضان، دايما موجودين بالمطعم، والمغاربة كتير بيحبوا شوربة العدس والفتوش. يعني دائما دائما الكليان المغاربة، الزبون المغربي لما بيجي لعندنا قبل الأكل، قبل ما يبدأ بالطبق الرئيسي، بيطلب فتوش أو شوربة عدس. نعم، وكاين إقبال كتير من العائلات المغربية على الأكل السوري، لدرجة إنه شوفي المطاعم السورية قدي انتشرت هنا بالمغرب بالرباط خاصة. مطاعم كتير سورية شرقية صارت برباط بسبب إقبال المغاربة على الأكل الشرقي. شوربة العدس مقبلات، شوربة نعم تتقدم كمقبلات، والفتوش مقبلات. وبالنسبة للأكلات الرئيسية، أنت بتعرفي بسوريا عندنا، إحنا عندنا ملوخية، ولكن الملوخية ديالنا المغاربة، لأنه المغاربة بيقولوا عن البامية ملوخية، لا، ملوخية خضرة. البامية اللي أنتوا بتسموها ملوخية، المسقعة أكلة كتير طيبة بالبتنجان بتتسوى. نعم، الرز من الوجبات الرئيسية جدا برمضان، إن كان كبسة أو رز بالشعرية، الرز الأبيض. نعم، إحنا السوريين الوجبات الرئيسية عندنا هي الرز، دائما الرز وجبة رئيسية.
يعني كل الأكلات اللي عددت لك إياهم الرز معاهم وجبة رئيسية، رز وملوخية، رز وبامية، رز ومسقعة، يعني فهمتي كيف؟ يعني الرز هي الوجبة الرئيسية عندنا بسوريا، وكل مدينة بسوريا بالمغرب الكسكس يجمع المغرب كامل، ولكن بسوريا كل محافظة عندها الأكلة الرئيسية ديالها. نعم، يعني أنا من درعا عندنا أكلة اسمها طبيخ المليحي، معروفين فيها أهل درعا. نعم، وبالنسبة لأهل حلب عندهم الكباب الحلبي والششبرك وهي شغلات، وبالشام فهمتي؟ كل مدينة، يعني كل مدينة بسوريا عندها الأكلة الأساسية ديالها. يعني صلاة التراويح الحمد لله رب العالمين تقريبا نفس العادات والتقاليد ديال المغرب، صلاة التراويح، قراءة القرآن، الأكل، يعني بتعرفي أنت ما شاء الله رمضان كريم، نحن ماخذين أصلا رمضان كريم على الأكل، يعني بغير رمضان بيكونوا حاطين طبق طبق واحد، برمضان بيحطوا 4-5 أطباق مثلا على سبيل المثال، فهمتي؟ ومتنساوش تابعونا معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.